كاينش تبارك الله. شوف هذا راه حقيقي يا خوت، هذا راه حقيقي خوت. اول حيوان كيتواضع كيجي عندنا شوفي شحال دنيا صغيرة شبعانين. مشينا على بركة الله بسم الله. يا خوت السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، اموركم هانيه. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده وانتم كتشاهدوا الفيديو. شحال هذه ما درت لكم شي فلوق، داكشي علاش في هذا الفيديو ان شاء الله جبت لكم واحد البلاصه اللي زوينه زوينه بزاف وبعيده على مونريال، بساعه ونص ديال الطريق بالسياره، يعني 90 كيلومتر اللي ضربناها. هذه البلاصه هذه الاسم ديالها هي بارك سفاري. هذا بارك سفاري كيمتاز بزاف ديال لي زاكتيفيتي، من بينهم الالعاب المائيه، وكذلك اهم حاجه كيمتاز بها هذا البارك هذه هي الحيوانات. فيها واحد الزو كبير، فيها جميع الحيوانات اللي ممكن يخطروا على بالك واللي ما يخطروش على بالك، اللي اكيد غادي نبارطاجيهم معكم في هذا الفيديو هذه. والثمن باش جينا ولا الثمن باش تقدروا تدخلوا البلاصه هذه، تقدروا تقطعوها اونلاين او تجيو لهنايا عاد تقطعوا، كاينين اللي كيشينا يبين تقطعوهم. الثمن ديالها هو 50 دولار. هذه البلاصه هذه ممكن تدوزوا فيها نهار كامل مع العائله ديالكم، مع الاصدقاء ديالكم، يعني بلاصه اللي زوينه وتستاهل ان الواحد يجي يدوز فيها النهار. هذه البلاصه هذه كتحل مع 10 ديال الصباح وكتسد مع 6 ونص ديال العشيه. المهم بلاصه زوينه، اول مره غادي نجي ليها واول مره غادي نكتشفها، وان شاء الله غادي تكتشفوها معايا كاملين. المهم الخوت قبل ما نكملوا الفيديو ولا شي حاجه، اول حاجه غنقول لكم الا كنتي اول مره كتفرج فيا فخذ واحد كيلكو سكوند من وقتك، خرج من الفيديو، خلي واحد ابوني، وكذلك ادخل لهذا الفيديو عاوتاني نرجع له، خلي شي تعليق زوين. يلا الخوت على بركه الله نمشيو. جينا دابا لهذا المتحف جمع الدخله، يعني اول بلاصه غندوزو عليها في البارك ديال السفاري قنا في هذا المتحف هذا اللي فيه الحيوانات اللي هي حقيقيه. الحيوانات هذو كاملين يعني مكوفرين كما كتشوفوا، هذه فراها حقيقيه. هانتوما هذا الخنزير هذا حتى هو فهو خنزير حقيقي كما كتشوفوا. هانتوما عاوتاني هذه، شوفوا الزرافه الخوت، هذيك راهي زرافه حقيقيه الخوت مكوفره على كما كتشوفوا. ها الغزال حتى هي غزال حقيقيه، الثعلب هذا نشوف شكال، هاي شكال هذه الليوبار الخوت هو حقيقي على كما كتشوفوا. الواعره هي الزرافه، شو كي دايره؟ ها واو ثاني هذا حقيقي الخوت كما كتشوفوا، ولكن الواعر 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 هو السبع، راه حقيقي الخوت هذا ماشي ماشي نونوس. شو شو يدو كي دايره؟ شوف الطفر ديالو، شو الوجه ديالو، شو الطاووس هو حقيقي. هذوك القرادة اللي ليه تما راه حقيقيين. شو النعمه قداش تبارك الله. الحمار الوحشي حتى هو راه حقيقي الخوت. الطبع شوفوا تبارك الله، هذا شوفوا القرن ديالو قداش. التيغان الخوت شوفوا قداش تبارك الله، حتى هو راه حقيقي الخوت. شوف التيغر قداش، شنو هو هذا عاوتاني؟ بيبي بيبي؟ والله إلا بيبي. شو بيبي الخوت، والله إلا بيبي. مي هذا جو بونس سوفاج يا متوحش. هذا بيبي متوحش الخوت. واو الدب القطبي. واو شو قداش تبارك الله، شوف هذا راه حقيقي الخوت، هذا راه حقيقي. شو قداش، تخيل دابا يوقف عليك، شوفوا انا فين، شوف شوف شو قداش، شو قداش.
اه شو دابا مساكن الحيوانات هادو كاملين تقتلوا باش يكوفروهم بحال هكا شوف يكونوا ماتوا من الطبيعيه ما عرفتش شو هادي حتى هي فين هي السميه ديالها كاريبو هادي اسم ديالها كاريبو راس ديال تحت كاريبو شوف هاد الحيوان عاوتاني شو سميتو كاركاجو هذا الاسم ديالو كاركاجو هاد الجاموس هذا الاسم ديالو بوف ميسكي راه الاسم ديالو مي هذا راه نقار هاد الحيوان هذا نقار مي هو راه حقيقي هذا راه حقيقي اخوت كما كتشوف هنا كاين الدب البني هو حتى هو راه حقيقي حتى هو كبير هو واحد اخر يعني دابا تحفشوا جامعين كاع دوك الحيوانات اللي معروفه وحتى الحيوانات اللي هي منقرضه بحال هضره منقرضه بالحيوانات تبارك الله هذا اللي في شكل عشو قداش راه المهم الخوت انا كاين الكيد ديال البلايص اللي غنمشيو ليهم دابا غنمشيو لتونيل دي فيلان يعني العائله ديال الاسود الطريق ديالها من هنا والجميل في هذا بارك سفاري الخوت يعني فيه حتى بارك اكواتيك يعني الناس اللي بغاو يعوموا داك الشيء داخل في الباس اللي كتخلصوا اللي هو الثمن ديالو $50 للفرد هذا الشيء اللي كاين الخوت هي لا كارت الخوت يعني شرح لك في هذا البارك هذا كامل شنو لي زاكتيفيتي وشنو الطريق اللي خصك تدوز منها حنا دابا هنايا حنا في اكوا بارك سفاري يعني هنا في كاين المسابح وحده بغا يعوم وكاين كذلك حتى المسابح اللي فيهم لي فاغ طبيعة الحال فيما كتمشي كتلقى هاد لي كارت هادو بحال ما هكا يعني كيوريك الطريق اللي غادي دوز منها انا نوريكم المسبح اللي كاين الخوت كاينين بزاف بحال هذا ما كاينش غير هذا وكاينين بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي عندهم علاقه يعني بالسباحه كما كتشوفوا كاين هاد لاكتيفيتي هادي شوفوا فين غاديين يعني كتم غادي بهاد اللعيبه هادي كتربط واحد الدوره يعني كبيره راهي مين جايين هي هادي راه فين كتمشي بك يعني صراحه الدنيا زوينه بلاصه يعني تستحق ان الواحد يجي ليها سواء مع العائله ولا وليداتو اون فامي بحال ما هكا ولا مع الاصدقاء ديالو صراحه مكان كيستاهل يعني $50 وفيها هاد لي زاكتيفيتي هادو كاملين كتخلص يعني كتشوف لي زو يعني الحيوانات كيف ما شفتوا اللي بدينا به داك المتحف اللي فيه الحيوانات اللي هي حقيقيه اللي مكوفرينها فوالا كما كتشوفوا يعني اجواء زوينه الصراحه مشاو نكملوا الجوله ديالتنا ولا جيتوا لهاد البارك الخوت غتلقاو هاد البلاصه ديالها توقفوا عليها سفاري فوتو هنا تقدروا تاخذوا يعني صور تذكاريه كاين بلايص لي زوينين ممكن الواحد يصور فيهم بحال هنا تقدروا تصوروا وليداتكم يجلسوا هنايا كاين عاوتاني هاد الفرس النهر حتى هو تقدروا وليداتكم يتصوروا حداه يعني يجلسوا هنا ويتصوروه كاين هاد الجمل هذا فوالا يعني تجلسوا وليداتكم كذلك وتاخذوا لهم تصويرات تذكاريه كاين هاد الاسد هذا حتى هو فوالا بلايص زوينه هنايا من اجل اخذ صور تذكاريه كاين ليها شنو كاين ليه واحد القرن فوالا كما كتشوفوا هذا واحد القرن حتى هو انا الخوت مدخل الاسود هنا قال لك كاين لي ليون بلون ما عرفتش غادي ندخلوا غادي نكتشفوا مع بعضياتنا نوع الاسود اللي كاينين هنا الدنيا عامره كندوزو الخوت موسى البلاصه ديال فيها بالجاج وبعض المرات قال لك تيطلعوا يعني فوق منك يعني الاسود تيتمو غادي كيتمشاو فوق منك مي دابا ما عرفتش نلقاهم ولا ناسين المهم احنا غادي نكتشفوا واحد المشيش كبيره الخوت هاو شفتوه اكبر مش هادي جو بونس واقيلا لابو هادي كنظن على انها لابو هادي هاهي وي لابو هادي تكيا مع راساتها اللي هذا اللي كوم هذيك الفونتين اللي هنا كيشربوه يعني بلايص زوينه دايرين ليهم
دائما غادي في هذا الممر هذا. ها اللي قلت لكم الخوص، قلت لكم كيطلعوا الفوق. شو وحده فين طالعه؟ شوف هي جو بونس لابو ادي. هاي شوف فين طالع، ولا ديكور ولا هاي فين جالسه. واو هاي شوف مسوقاش العالم، والله ما مسوقه. شوف بيلا المشيشه ديالتنا. راه مذكوره الخوت، شو اللبؤات لي نشيطات تذكر ديما عزيز على ترونكيليتي. ها هو جالس تيقاد الذكوره ديما عزيز عليهم الكالم. شوف فين جالسين، شوف وحدهم راه شتي الذكوره جوج تما ناعسين مكيجمعوش. بقى واحد البلاصه اخرى، واحد لاكتيفيتي اللي غنمشيو ليها اللي كتبقى دوز وسط الحيوانات، كتاخذ يا اما السياره ديالتك يا اما يعني كتستاجر واحد الكاميون كتخلص بقال واحد 6 دولار، وداك الكاميون كيدوز بك وسط الحيوان اللي انت اللي كتعطيهم الماكله. ان شاء الله راه غادي نديروا هاد الاكتيفيتي هادي، كيفتحوها حتى لوحده ضروري ما غنمشيو ليها. احنا الخوت درنا من الجهه الاخرى، سبحان الله شو السبع ربي عطاه واحد الهيبه، واحد الشكل، واحد الديكور ما شاء الله. شوفوا شوفوا ناس سبحان الله، جوج ديال الذكور ما كيدابتوش، يعني هادو تلقاهم سادين لهم بينو بين نتوا، يعني كاين هاد السياج هذا ما يقدروش يمشيو عند نتوا، يقدروا يكونوا كاستري. وي ولكن ما كتشوف انا هنا اون فاس مع الخوت. ما شاء الله باسخيل اول دوفيل. دابا الخوت غادي نطلعوا الفوق، نطلعوا الاسود من الفوق. شتي ديك الحيوان اللي كاين ليه؟ ما عرفتش شنو هذا، ديال بحال الديب ولا ما عرفتش شنو. المهم غنطلعوا نشوفوا الاسود، نطلع لهم من الفوق. ها حنا الخوت طلعنا، دابا غنمشيو نطلعوا الاسود من الفوق، راه هو فين خلينا لتحت. ها حنا دابا الخوت فوق منه مباشره، راه هو شوفوا الخوت الشموخ ديال الاسد. شوف تبارك الله، وي هذا اليوم بلون. هادي الخوت البلاصه ديال الضباعه، هو راه كاين واحد اخر اللي راه هو راه الضبع الخوت. شوف والديب لا هذا الضبع اش من الديب تيما كدبي. اي سبحان الله تبارك الله، دير لهم المساحه فين ياخذوا راحتهم، يعني هنا كاين غير جوج، شوفوا المساحه اللي عاطينهم. وكل بلاصه كتلقى فيها الفونتين هادي ديال اللي ما فين يشربوا. الضبع هذاك راه غايب. دائما الخوت هاد الناس هادو ما كينساوش دائما البلايص فين الواحد يقدر يستريح، يعني الواحد من بعد ما كيتمشى وكيضرب يعني كيدوز على بزاف ديال لي تونيل ديال لكم هاد الكراسي هادو، الا بغيتو ترتاحوا ولا شي حاجه يعني مدرك على الشمس، يعني كاينه الظله هنايا القضيه مبرده هنايا. غنطلعو نشوفو شنو كاين هنا عاوتاني. عرفتو ديك اللبؤه اللي كانت فوق هذاك اللعيبه اللي كنا دايزين منها؟ ها هي دابا غنطلعو عليها من الفوق، راه هي والله الا باقا جالسه. راه هي شتوها اخوت كاين القراده كيما كتشوفو. بنتها راه هي القروده اكتيفه مسوقين شتي صاد. هما كيعيشوا هما كمجموعات. لا ماما يفاسا تواليت كم ماما طلعت شتي
راه الكوبل هادو كتلقايهم راه واحد خوات كبينه شاعر في ديك جداتو ما هذيك راه هي الشرق روضه اكتيف كيجريو شو داك اللي كيحفر في الارض فين هو ديس كياكل التراب ولا ما عرفتش راه يقدروا يطلعوا هادو اش داير لهم يقدروا يطلعوا قال كاين الضو تما شتي كاين الخيوط يقدر يكون الضو واقيلا كاين برونشينو كاين الضو راه ما يقدرش يحط يدو تما هادي فهمتي هنايا كيوصل هنا يضربوا الضو هادو الخوت هما القروده اللي كاينين هنا كاملين يعني اللي فيميل هذا اللون ديال هذا اللي مالها هو في هذا اللون وهنا كاين الاسماء ديالهم كما كتشوف يعني السميد ديال القرى كاينين بزاف تبارك الله عائله يعني كتلقاي البو والابن والجد والجده هذا هو الكبير فيهم والخاله والعم والله الا عائله على قدها حدا القيله ديال الخوت كنلقاو المساحه ديال الدب المساحه ديال شويه دي تبارك الله كبيره في هاد البلاصه عايش راه هو ناس هو كاين حدا اخر ليه وي راه شفتوه راه الاخر فين ناس شفتوه شكال هاد الحيوان هذا والله الا لا في شكل اول مره نشوفه طالق ودينات دابا كملنا لا تور ديالنا ورجعنا للبلاصه اللي صورت لكم في كاينه بارك اكواتيك دابا غنمشيو لبلاصه اخرى ونكتشفوا حيوانات اخرين الخوت هاي شو رجعنا للبلاصه هاي جاردان دي زوازو يعني كاينه بلاصه خاصه بالعصافير هذه فيهم دي سانتين اه فين رجعنا نكملوا الجوله ديالتنا الخوت ونكتشفوا مع بعضياتنا الاشياء اللي مخبيهم لنا هذا البارك هذا المهم الخوت دابا جينا البلاصه هذه فيرم دي سان كونتينو اللي غادي ندخلوا ليها من هنايا وغنكتشفوا شنو فيها ميرسي هذه هي اول بلاصه الخوت الدجاج الدجاج يا ولاد شوف راهي فلو صغير شوف شي مشكل ها هي من هنا هنا كاين ديك الحي بحال التعلب هذاك راه هو صغير الارانب ارنبات وداك الشيء هاي تبارك الله كبيره انت اللي كتجي في الرفيسه ولا يا سلام هنا الخوت كاين الطاووس هذا مخليينهم مطلوقين تقدر تفيس الحدا فوالا كما كتشوفوا شو كاين حدا اخر ليه فين هو كاينين جوج داخل ملي في البيض غيكون هذا الذكر جو بونس البيضة تكون في ميل راهي البيضة هذا ما كيطيروش لا غتلقى محيدين لهم على الجناح ديالهم ما كيطيروش ولا ما كيطيروش واقيلا الفكرون الخوت الفكرون تقيل هذا راه شحال تلقى عندهم من عام راه تبارك الله الفكرون كيعيش بزاف هذا الحيوان هذا سبحان الله العظيم شو كيدير شكال راه ما كاينين جوج شي كاينين جوج شو عم قوم تبارك الله كي داير شي اللي كولور فيه كي داير شو اللي في البيض سبحان الله العظيم شوف هاد النعامة الخوت شكال هاد النعامة نعم قرعة ديرو سبحان الله العظيم اوكي باي باي جالسة شوف نعامة قرعة فيها التونية وييه هذا ما كيطيرش هاد
بقى ما دير له شي حاجه في جناحه باش ما يطيرش ولا شي حاجه ما يمكنش كيطير هذا هاي ديك النعامه هي اختها مي هذا في شكل هذا النعامه هذا ما كبيرش ما كبيرش وليدات واقيلا هذا واقيلا باقينا وليدات هذا باقي صغار هذا غير وليدات هذا شوف هذا غير وليدات هذا هنا كاين الحيوان هذا الاسم ديالو هو هذا الباغا وهذا شوف جو كيداير هذا هو داك الحيوان اللي كيدفل عليك لا الاخر اللي كيدفل هو هذا شوف كيفاش داير انت هذا شوف كيفاش داير وشوف كيفاش داير هذا هو راه والله موقع ولي حدا كاينين تما جوج ديال الفواصيل جوج فصيلات كاينين تما اش كيداير ام عن قرب شكلو الربع هذا الحمام يكون بنين هذا شو شو ها هو يقرب لهم لا والو مبغاش ياكل ليه كاين داك الحيوان شنو هو هذا ماغا الاسم ديالو ما غادي بحال القنيه مي ماشي قنيه ياك دي بحال القنيه اش كيفاش داير راه هو بشكل بلاصه يجينا ليها الخوت دابا كدوز من وسط الحيوانات اللي هما مطلوقين فوالا كما كتشوفوا راه هي الغزال هادو ماشي خطر وي هاهي كدوز من وسطهم الحياة والسعيد هذاك الشيء اللي كيبيعوا الماكله وي كيبيعوا الماكله يعني مع الدخله ديال الدخله ديال هذه البلاصه هذه كيبيعوا الماكله كيبيعوا الخص 3 دولار الخصه راهي كما كتشوفوا راهي وليده دايره في ديك الميكا يعني 3 دولار ديك الميكا حنا جبنا معنا السيلري جبنا معنا الخص مي ما نديروش في هذه الاكتيفيتي هذه غنديروا في واحد الاكتيفيتي كتم غادي في الطوموبيل كيجيو عندك الحيوانات ها ماشي كياكلوا الخص اش كيديري عرفتو الخوت هاد الغزال هذا عرفتو كاين منه بزاف هاد لابيس هادي من قبيله وحنا غاديين يعني على طول الطريق تتلقاهم شوفوا شحال كاين كاين بزاف يعني في جميع الجهات كتلقاهم ها هما عاوتاني شوف جات عند البنية صغيرة شبعانين المهم حنا جينا هاد البلاصه هادي وفي هاد البلاصه هادي غتلقى واحد الطيراس هنا سميتو طيغاس افريكا اللي هو هذا فطيغاس افريكا غنمشيو نقلبو على الرايه ديال المغرب وهنايا بيان سور غنلقاو هاد الحيوانات هادو كتلقاو لي جيراف راه واحد القرن راه هو ليه شنو هادو ولادها ولا شنو ولا ما عرفتش هما كيعيشو كفامي ها هو هنايا راه شوف لا جيراف قداش تبارك الله شنو ما كتحبش بحال لا غير كتلحس واقيلا اش ما كتشرب هنا كاين طيغاس افريكا دابا المغرب شوف المغرب قداش دايرين المغرب الخوت هيا ماروك احنا الخوت ماروك هنا كاين كاع الرايات ديال البلدان الافريقيه كاملين كاين هنا في الطراس هذا كما كتشوفوا ديما مغربه الخوت هاي ديال المغرب التقييم ديالي لهذا المكان الخوت تقريبا 8 من 10 بلاصه زوينه فريمون تستاهل انه الواحد يعني ضرب هاد الساعه ونص ديال الطريق الا كان ساكن في مونريال باش يجي ليها لانه فيها بزاف ديال لي زاكتيفيتي ممكن الواحد انه يجي يديرهم هنايا دابا تقريبا جوج هادي وباقي ما مشيناش نديرو لي زاكتيفيتي ديال السباحه والى اخره حنا باقي غير كندورو في هاد الحديقه هادي من 10 ديال الصباح حنا باقي كندورو باقي ما ساليناهاش وباقي لنا بزاف ديال الحوايج خصنا نديروهم وغادي نبارطاجيو معاكم الخوت راه عليها كاين الحمار الوحشي راه هو تبارك الله البلاصه ديال الجيراف وداك الشيء داير لهم مساحه كبيره ها انتم البلاصه كامله شوف تبارك الله قداش
يعني الحريه ديالتهم كانهم في الطبيعه. ها هي لي جيرافه ديالهم الماكله الفوق. شتيها؟ شوفوا مع طويله ما كتقدرش تحنا، شوف فين داير ليها الماكله. شوف هذيك لاكتيفيتي قلنا لكم باقي غادي نديروها، كندوزو بالطوموبيل والحيوانات تيبقاو يجيو عندنا وكنعطيهم الماكلة. جبنا لي سيلغي وجبنا الخص وجبنا الخيار ياك. جبنا الخيار. هادي اش كدير هنا؟ لا هادي هاديك غا ما عرفت. شوف اش كدير هادي هنا؟ تبارك الله قداش. فلاكارت اللي عندنا اللي فيها الكيد هذيك لاكتيفيتي اللي نديرو ديال بالسياره، يا اما كتكون بالسياره ديالتك يا اما كتكري واحد الكاميون ب 6 دولار ونص باش كيدير بك التراجي هذه اللي الطول ديالو 4 كيلومتر. يعني التراجي هذه كتم غادي بالطوموبيل ولا في الكاميون الطول ديالو 4 كيلومتر. هي لي جيراف الخوت راهي كتاكل. ولسان عندها صافي مشات تقلقات. شحال طويلة تبارك الله، يعني ما فاش كتشوفها في الواقع ماشي بحال اللي كتشوفها في التلفازة ولا شي حاجة، في الواقع شيء آخر. لا زو غرامبي ما كتشوفوش بحال هكا حداك. شو كدايره؟ شو لسانها بعدا قداش؟ ناري كتريق. هاي شوف هاي كتاكل وكتختار هذاك الشيء اللي كتبغي، تاكلش اي حاجه. والله الا حداك هاي. وهنا كاين السيد غينوسيروس كيف ما كتشوفوا، انه واحد القرن يا ساده. شوفوا كيفاش ناعس ناعس، كياخذ الشميشه ديالو فيتامين دي وخاشف مو في الرمله. شوف كيفاش داير تبارك الله. حنا دابا الخوت في مملكه الجيبار، اسرع حيوان في العالم. حنا كنقلبوا عليه، دايرين له صراحه بلاصه اللي كبيره خاصه به غير هو بوحدو. راهو بعيد مي غندوزو تقريبا عليه بالطوموبيل مي سادين عليه الكرياج. راهو دير له مساحه كانه في الطبيعه ديالته. راهو واحد اخر غنقلبوا على شي واحد يكون قريب. احنا غاديين من الفوق. هو نحن الان في حضره اسرع حيوان في العالم، راهو الجيبار الخوت. شوفوا المساحه اللي موفرين ليه، كيدخل من هنا وكيمشي، يعني كيحاولوا لو ماكسيموم انهم يوفروا ليه الحياه الطبيعيه اللي كيعيشها في الادغال. كاينين جوج بلايص هاد المساحه هادي اللي هنايا فيها القيبا وكاينه هنا، جو بونس علاش قاسمينهم، لانه غتكون بلاصه خاصه بالذكور بلاصه خاصه بالاناث. راهو غنمشيو وغنجيبو الدوره من لهيه باش نحاولوا نصوروهم، يعني واحد الصوره اللي تكون اقرب واوضح. صراحه الثمن باش دخلنا لهاد البارك هذا الثمن اللي هو راه مزيان، شنو هي 50 دولار يعني سي غيان، الثمن رخيص بزاف وكيوفروا لك بزاف ديال لي زاكتيفيتي. يعني كتجي كتمتع كدوز نهار يعني كامل هنايا، يعني لوفيرتور تيكون مع 10 والفيرميتور راه مع 6 ونص الخوت. هو الجيبار اسم ديالو، هو هذا هو اسرع حيوان في العالم. والجميل الخوت هو انه ما دايرينش لك غير حيوان واحد، كاينين بزاف. هو عاوتاني هنايا راه هو والخضوره الخوت الطبيعه،
اللي كتعجبو الطبيعه والخضوره والهواء النقي، فانا كنصحهم بهذا المكان هذا اللي صراحه واحد المتنفس اللي زوين ويسهل الانسان يجي ليه. راهو عاوتاني شوف فين مخبي، اكي شوف فينا راهو، والله الا لك يشوف فين طالع. نمشيو الخوت نكملوا لا تور ديالنا، خليكم معايا. انا الخوت هنايا صوره واضحه وقريبه، هانا كيما كتشوفوا يعني وصلنا للسطاسيون مو، يعني دابا ناخذ الطوموبيل باش نديرو ديك لاكتيفيتي ديال الطوموبيل. باش كتدخل ديك لاكتيفيتي ديال الطوموبيل خوت، صافي شوف خصك تبع الطوموبيلات هادو كاملين تبقى تابعهم. ما عاد الا بغيتي ما تضربش هادشي كامل كتمشي كتاخذ الطوبيس، مي الطوبيس اللي ما عجبنيش فيه هو انه عالي، ماشي بحال الطوموبيل كيجيو عندك حدا الشرجام يعني قريبه للحيوانات، الطوبيس كتكون من الفوق، يعني الطوبيس غتوصل لك غالا جيغا فيها توصل لك. حنا ديجا جايبين معنا الماكله كيف ما قلت لكم، جايب معايا السيلري وجايب معايا الخص وجايب معايا الخيار.